تنظمها جمعيه تحدي المساواه في المواطنه تدخل في واحد سلسله انشطه توعويه تحسيسيه ترافعيه من اجل محاربه العنف ضد النساء. كما تعرفوا ان العنف الرقمي هو ماشي عنف عادي، ماشي هو بحال العنف الكلاسيكي ولا التقليدي ديال العنف الجسدي اللي ممكن يتمحى مع الوقت واللي ممكن يتمحى مع الزمن ويمكن يتجبر ونمشيو للمستشفى ونصلحوا ما وقع. العنف الرقمي هو ممتد في الزمن، هو تيخلي اثار سلبيه على المعتديه، هو تيدمر المراه، هو تيخلي ان الصوره ديالها ولا الفيديو ديالها تبقى دائما في المواقع التواصل الاجتماعي. يمكن اليوم ممكن يكون صوره ديالها في الموقع في الفيسبوك على سبيل المثال، ممكن في 2050 نلقاو نفس الصوره تتروج كذلك في هذه المنصات. اليوم حنايا في هذه الندوه تنطلبوا من المتدخل العمومي انه تكون هناك ممارسات فضلة من اجل الحمايه، من اجل الوقايه، ومن اجل يمكن نقولوا كيفيه معالجه هذه الظاهره من الجذور ديالها. لان ما يمارس اليوم على النساء في عبر المواقع التواصل الاجتماعي تندقوا فيه ناقص الخطر، لان ما بقاش فقط تنتعاملوا مع وحده ولا جوج، باش تنتعاملوا مع الالاف المؤلفه ديال النساء اللي هما تيتعاملوا مع هذا الفضاء، ولكن هذا الفضاء ولا تيتمارس عليهم ابشع اشكال ديال افعال ديال العنف، من الابتزاز الجنسي، من الابتزاز المالي، من التنمر، من التحرش، من الكلام الفادح، من ارسال فيديوهات اباحيه الى اخره، الى ان هذيك الضحيه تتحس براسها ان ذاك الفضاء ما بقاش ملكها بل ولا ملك الاخرين. اذا يمكن بحال الفضاءات الاخرى، الفضاءات العموميه اللي يمكن خصها تنسحب ولا خصها تبلوكي ولا خصها تسينيالي باش تقدر توقف هذاك العنف الممارس عليها. حنا تنقولوا هذاك الفضاء فضاءها، لانه من حقها انها تتعامل معاه ومن حقها انها دير واحد العمل ايجابي فيه، لانه هو الفضاء الانترنت هو فضاء من اجل تبادل الخبرات، من اجل التعارف، من اجل بيع وشراء، من اجل اشياء جميله جدا، وتقويه قدرات للمستفيد والعضو داخل هذيك الفضاءات. ولكن للاسف الشديد ان النساء هما اللي تيتمارس عليهم هذا الشكل ديال العنف الرقمي، اللي حان الوقت من اجل الوقوف ضده، من اجل محاربته من الجذور، ومن اجل كذلك ان الفاعل العمومي انه يتحمل مسؤوليته معنا من اجل المحاربه الحقيقيه للعنف الرقمي. هي يعني ندوه من اجل يعني الوصول الى ممارسه فضله من اجل يعني الحد من ظاهره العنف الرقمي، لانه كنعرفوا انه العنف الرقمي ولا شكل يعني متفشي كاشكال العنف اللي كتكون فيه الضحايا ديال النساء والفتيات والشابات. وهذه الندوه يعني قسمناها على جوج تاع يعني الفترات. المرحله الأولى هو الاستماع للمجتمع المدني، يعني كيف يشتغل المجتمع المدني مع النساء ضحايا العنف الرقمي. لماذا المجتمع المدني؟ لأنه كيكون هو يعني أول بوابة أو أول يعني مرحلة اللي كتجي لها النساء تشتكي من يعني تعرضهم للعنف. وهنا الجمعيات يعني كتعطي الاستشارات توعية، وكتكون عندها توصيات، كتكون عندها يعني مشاكل ديال النساء وكيف الخروج من هذا النفق. المرحلة الثانية اللي هي تكون متدخلين. المتدخلين شنو هما المتدخلين؟ كاين الشرطه، كاين الدرك الملكي، النيابه العامه، يعني التعليم، وزاره التعليم، وزاره التضامن، يعني جميع المتدخلين اللي عندهم يعني مساس، وكذلك الاعلام من اجل يعني الخروج. هذا التفاعل ما بين المجتمع المدني وما بين المتدخلين، يعني الهدف ديال الندوه هو الخروج يعني بممارسه فضله من اجل الحد من الظاهره. وهذه ندوه اوليه يعني الاولى اللي غادي تجي من مورها يعني ندوات اخرى في نفس السياق، من اجل يعني نطوروا العمل يعني ديالنا كجمعيات وكذلك المتدخلين، يعني انه يعني التشارك والتشابك هو اللي غادي يمكن يعني جميع الفاعلين جميع اللي يمكننا على الاقل نحدوا نوعا ما من الظاهره ديال العنف الرقمي.